الحجاز السيد الحلبي والحضور في التكية الرفاعية الصوفية للسيد يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي، هل أنتم تبون يا مشايخ الصوفية مريدينكم يطيعونكم طاعة عمياء؟ أكل وأنت مغمض؟ يجاوبوا بو مجدي تعال، هل الصوفية شيخك بالطريقة يطلب منك الطيعة طاعة عمياء؟ والله أنت الوحيد اللي صريح. تفضل سيد الحلبي. ايوه ومن يرد بالله فلن تجد له وليا مرشدا. ايوه وقال ومن يرد بالله فلن تجد له سبيلا وليا مرشدا. ايه وليا مرشدا اذا يساوي السبيل، اذا حطينا الايتين مع بعضهم يطلع الولي المرشد هو السبيل. بس انت الصوفيه تؤمنون بالمنامات، هل انتم مولانا الحجازي تاخذون رايكم من المنامات والرؤيات الصالحه؟ سورة يوسف كلها كمنامات. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة فجر يقول من منكم رؤيا؟ شو ما انت يعني الرؤيا ثلثين النبوة ها؟ لا بالآخر الزمان تكون الرؤيا الصالحة من 40 جزء من النبوة. سيد الحجازي انت مرة تقول شفت رؤيا ما بالدكتوراه عند سيدي البكري والصبح تحققت، فالرؤية لها دور بحياتك. تفضل ادلي بالدور. عندي اكد من الليل يا سيد هذا الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. ليش 46؟ مدد الصبح لوت لان الرسول صلى الله عليه وسلم اي نعم الرؤية الصادقة اي نعم فكان لا يرى رؤيا الا وجد تأويلها كفلك الصبح. مدد مدد اسمعوا يا شباب يا القطان يا الحراكي، فاذا كان الوحي 23 ما ينطقوا عن الهوى ان هو لوح الله 23 سنة في النص اللي هو 6 يعني 6 شهور يبقى بكام؟ 23 في 2 ب 46 صح ولا لا؟ صح. هو وحي اليه بالرؤيا الصادقة 6 اشهر ثم صافحه الوحي في صافح سمعه الذكي في غار حراء بعد 6 اشهر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الغار ويتحنث فيه، يعني يختلف إليه يتحنك ولا يتحنك بالثاء يهجر الحنث يعني وهو ما عليه بالثاء أيوه يعني كان يتقلب بذلك. عبد المطلب قبل منه جده كان يذهب إلى الغار. مدد يا أبو يعقوب الرفاعي و عليك سلام الله. عبد المطلب من شيوخ الحنفاء، وشوف لما قال لأبرهة أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه ويحمي، قمة التوحيد. إحنا الناس فكروا إنه غلام وإنه ضعف منه ها، ولاذ بالكعبة وقال لهم إن العبد يمنع رحله فامنح حلاله. يعني إذا كان العبد بينصر الرحال يعني الإبل بتاعته فمنع حلالك اللي هو الحرم، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. ما هو إلا أن ربنا أرسل طيرا أبابيل جماعات ترميهم بحجارة من سجيل يعني من حجارة كل واحد مكتوب عليها اسمه كده مسومة عند ربه. لذلك واحد مرة ادانا كتابه وقال عن هذا أول قصف جوي، قلت له سبقهم قوم لوط. الله الله الله، لأن هم برضه نزل عليهم الحجارة مسومة عند ربه. فالأعرابي شاف أبرهة وهو يخور في الثور، فقال أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. في هذا العام ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وولد بلال، وكان أمه وأبوه جو في جيش أبرهة، ما عندهم بلد إنما مرغمين، فربنا نجاهم فتزوج بلا رباح
حبيبي أم بلال فانجبت بلال، لذلك كان إيمانه صادقا يعني مطابق للواقع اللي شافه. بل يقول أحد أحد يضربه يمه الحجارة يعمل، كان لا يتحول عن ذلك. وعند الناس بمحمد إقبال يقول كده، وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزالي، وجلجلة الأذان بكل أرض ولكن أين صوت من بلالي، منابركم علت في كل جو ومسجدكم من العباد خالي. مدد. فهذا معنى أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة. في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، يعني اللي يشوفه في المنام يجد على الطريق. ولما جاء في المنام لأبي بكر الصديق تقريبا البراء بن مالك لما قال له إن أنا متاعي عند فلان وفيه كذا وكذا، فلما فتشوا لقوا الكلام زي هو ما شاف في المنام حكم به، مع إن الرؤيا لا يحكم بها حكم شرعا إنما نفذها لصدقها. شكرا. يعني أنت الصوفية طلعتوا من أصحاب الكشف قمريون؟ لا تغالي لأجل الناس تقبل عليك. شكرا. انت دلوقتي لما يسمعك واحد ويقول انتوا سهرانين لدلوقتي، تصلوا الفجر انت مش عارف ايه. انا والله وشهر فين، والله العظيم انا امبارح بقول اهو ده نتيجه السهر، الفجر طاف والواحد يعمل ايه. عايز اقوم العيال الساعه كام؟ لقيت جمدا الاذان الاول. مدد. لقيت فرحان جدا. هاي دليل قطبيتك. لا لقي ما حدش تترك مغمزة لغامس ولا مطعن لطاعش. لا انت سلام على سيدي. انت تعبان القطان سيدي حسام الدين سيد جاسم القطان ابو كلام هم يسموه على الوسيله، ان السيد القطب الغوث الحجازي يعني من اصحاب الكشف. الله ادي بدلوك بناء على الاسئله اللي سالت اياها، ماذا خرجت بمو؟ انا بسال سؤال واحد، شو راح يصير الايام القادمه اذا كملنا الكشف؟ يقول هل في خطر على الخليج ولا لا؟ اذا كملنا الكشف شو قد دخلنا بالسياسه؟ لا مو سياسه، هذا شو المسلمين ترى، دير بالك شو المسلمين. شو المسلمين؟ اسال حلبي. ها؟ حلبي هو من اهل يقول من اصبح ولم يهتم بالمسلمين فليس بمسلم. تعلق بالعرش اللهم سيدنا محمد وعلى الصلاه والسلام. ولم يهتم بالمسلمين فليس بمسلم. لازم تهتم بامور الدول. اعقلها وتوكل. سيدي شمس التبريز يقول اولو التدبير هلكه، اولو التدبير هلكه. شمس الدين شيخ جلال الدين روم يقول اولو التدبير هلكه. ابن عطاء اسكندري شفت خالد ريس المشيشي حسن شنو يقول؟ يقول لا تدبر. يقول سيدي ابن عطاء الاسكندري فلاها مدبر، صح ولا مو صح مولانا؟ لا تدبر فلاها مدبر، اولو التدبير هلكه. ايوه بس برضه لازم الواحد شوف لا تدبر يا رجل. ايوه بس ربنا راح ينسب كلمه الحق. اولو التدبير هلكه وانتم احياء.